السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم بيت دعاء. امبارح كنا بنتكلم في شروط التوبه، اتكلمنا عن اول شرط وهو الندم. النهارده باذن الله هنكمل الشروط دي، وشرط مهم قوي انك تعزم على ان لا تعود. ما ينفعش ان انت تتوب من ذنب وانت مصر ان انت تعمله، ما ينفعش تتوب من ذنب وانت ناوي انك ما تبطلوش. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه النهارده مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. ربنا يخليك يحفظك ويسترك يا رب. امين يا رب، ولك مثل يا رب. المساله طيب. مش سهله قوي يعني التوبه. طبعا التوبه مش سهله، وعشان كده الواحد دايما بيدعي ربنا انه يقويه ويقدره. هي سهله على من حقق الشرط، ده مهم جدا يعني على من حقق الشروط، عشان كده احنا بنتكلم في الشروط. تمام. احنا قلنا امبارح الشرط الاولاني الندم، واحنا عرفنا يعني ايه ندم. عرفنا. بعد حمد الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا، اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. ده الشرط الثاني من شروط الايه؟ التوبه. الثلاثه عند الاستاذه دعاء. ايوه هم ثلاثه. ثلاث شروط. اول حاجه الندم. ماشي. الثانيه بقى العزم. العزم. ايه العزم ده؟ العزم ده اللي هو عدم التردد. انت عارفه واحد بيبقى عنده تردد كده، لا، الواحد يعزم في المساله فلا يتردد فيدخل فيها. واحنا عندنا العزم ما هو الا اراده. وبعض الناس يقول لك طب ما ايه الفرق، ما انا ناوي ان انا اتوب الى الله عز وجل. هو في فرق بين النيه وبين العزم؟ ما هو الاثنين اراده، بمعنى الاراده. العزم بيبقى متقدم على الفعل، انا عزمت الان، في حزم كده، واخد بال حضرتك، في شده، اللي انا مش راجع الحمد باذن الله يا رب، باذن الله يا رب انت المعين فاعني على هذا الذنب مره ثانيه، خلاص، وعندي يقين كده ان شاء الله انا في الله تبارك وتعالى انا مش هرجع. طب النية بتبقى مقارنة للفعل، خليني بقى هنا مهم جدا. العزم بيبقى متقدم على الفعل، النية مقارنة لإيه؟ الفعل. والاثنين بمعنى الإيه؟ الإرادة. ولذلك العزم ده مهم جدا، ذكره الله عز وجل في أكثر ما من آية في كتابه تبارك وتعالى، وهو يحث المؤمنين حتى على فعل الخير أنه يبادر، لا يتردد أبدا، خاصة في فعل الخير. طب أنا هترك الذنب خير ولا مش خير؟ إياك أن تتردد، ما ينفعش اللي أنت تتردد. يعني الله عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فإيه؟ فتوكل على الله. ما ينفعش اللي انت ايه؟ تتردد. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الدعاء اللي هو ما ينفعش لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فيش حاجة اسمها إن شئت، أمال إيه؟ ولكن ليعزم في الطلب في الدعاء. سيدنا الإمام النووي كان بيتكلم كلام مهم جدا، بيقول يعزم يعني يكون اللي هو الحزم في شدة، إنه يطلب من غير مشيئة، ما يقولوش يا رب اغفر لي إن شئت، لا، اللهم اغفر لي، ويكون عنده يقين إن ربنا يتقبل منه إن شاء الله ويغفر له. فده مهم جدا. يبقى أنا دلوقتي وإنت بتعزم بتعمل إيه؟ أصلي متردد، أصلا أنا عامل الذنب وعندي نية وعارف إن أنا هرجع تاني، لا، ده لابد من العزم اللي هو لا تتردد وان يعني تترك الذنب تركا ايه؟ حازما. ولذلك العلماء رحمه الله عليهم، وانا عاوز بس يعني في كلام وانا بحضر المساله دي، الامام ابن منظور رحمه الله كما في لسان العرب بيقول كلام مهم جدا، بيقول لا خير في عزم بغير حزم. عزم ايه اللي فيه تردد ده؟ ولا خير فيه ابدا على الاطلاق. فان القوه اذا لم يكن معها حذر اورطت صاحبها. لو انت ما عندكش الحزم ده هترجع للذنب مره ايه؟ مرة تانية. فواحد بيقول والله أنا كان عندي عزم بس غصب عني رجعت في الذنب، توب إلى الله وحقق شروط التوبة مرة ثانية. ولذلك كما في الحلية لأبي نعيم بيقول كلام مهم جدا الإمام أبو حازم رحمه الله، عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر. فتش كده شوية، فتش في قلبك، أنت فعلا عازم وعندك نية وصادق في اللي أنت تترك الذنب ولا لأ؟ إن شاء الله، والله لو أنت صادق مع الله لأعانك الله رب العالمين، بس انت لازم الله عز وجل يرى فيك خير. فعند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، واذا عزم العبد على ترك الاثام امه الفتوح. يعني تلاقي الابواب كلها ايه؟ عماله تتفتح ايه؟ قدامك. هذا بفضل الله تبارك وتعالى. طيب الامام ابن القيم له كلام مهم في غايه الاهميه، وانا اريد ان انقل كلام ابن القيم رحمه الله. بيقول يا جماعه ان الدين ده مداره على اصلين،
حاجة اسمها العزم والثبات. وهو ده على فكرة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعي دايما بيه، وإحنا دايما نسمع كلام النبي أو نقرأ كلام رسول الله دون أن ندرك معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكان سيدنا النبي يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة. أهو يبقى الدين أصله اللي هو إيه؟ على العزم والثبات. فكان النبي يسأل ربه الثبات والعزيمة على الرشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات. طب لو بيقول بقى لو أنا عندي من لم يكن له عزيمة، أنا ما عنديش عزيمة، فلا شك أنه ناقص. ومن كانت له عزيمة لكن لا غير ثابت عليها فلا شك أيضا أنه ناقص. طب أمال إيه؟ لازم الاتنين مع بعض. فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. ولذلك كان النبي يدعو بالإيه؟ بالحالين: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فالشرط الثاني العزم على ألا إيه؟ ألا تعود إلى الذنب مرة ثانية. طيب ناخد تليفون. دينا أهلا بيكي. أهلا يا فندم. اتفضلي يا حبيبتي، عليكم السلام. أنا كان عندي سؤال للشيخ. اتفضلي يا فندم. أنا دلوقتي أنا متجوزة ابن خالتي ومعايا سلفتين غيري. معاكي سلفتين؟ غيري. يعني تمام تمام. ماشي. إحنا قاعدين في بيت عيلة كلنا يعني. مع حضرتك ايه السؤال بقى؟ السؤال ان يعني انا باكل واشرب مع خالتي وانا اللي بخدمها وانا اللي بعمل لها كل حاجه. فخالتي مش بيخدموها ومش بيعملوا لها حاجه خالص. كويس. فهم كده بيقولوا لها انت كده ظالمه ان انت بتاكليها وبتشربيها معاكي وانا معايا طفلين برضه. مين اللي يعني بيقولوا سلايف؟ مين سلايفي سلايفي الستات بيقولوا لخالتك علشان هي بتصرف عليكوا يعني ولا بتعمل ايه؟ لا هي مش بتصرف علينا، انا بس باكل واشرب معايا، انا بعمل لها الاكل وبعمل لها كل طب حاجه. طب بتاكلي وتشرب ايه المانع؟ وبخدمها وبعمل لها. لا انت كده حرام عليكي، زي ما بتديها تدينا. طيب هم عاوزين يحزنوكي، ما تحزنيش، سيبك من كلام. فانا يعني مامتي موصياني على خالتي، قالت لي من يوم ما تتجوزي عندها هي بقت امك. هي خالتك اصلا؟ هي خالتي. اصل هو احيانا بيقولوا للحما كده يا ماما او يا خالتي او يعني حاجه كده. هي خالتي اصلا. لا 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 كلي واشربي ولا يهمك. احنا كده يا شيخ معلش حرمانيه مثلا. مفيش وزر ولا حاجه وان شاء الله لك الاجر كمان ان شاء الله. هي خالتي بقى يعني ايه كل ما تقعد تقول بنت اختي هي اللي بتعمل لي وبنت اختي هي اللي مش انت بتعملي لها؟ انا كل حاجه وبنام معاها تحت وبعمل كل حاجه معاها، ما بطلعش شقتي خالص. خلاص كل ده مش لله ولا لإيه؟ لا لله، وانا راضيه، انا عايزه اعيش معاها وانا راضيه. ربنا يحفظك يا رب ويحفظك ليهم ويحفظها ليكم. جوزي يا شيخ بيقول لي براحتك برضو يعني ما تخصميش على نفسك. فهم مفكرين ان انا قاعده معاها ان انا بقومهم عليها ان انا باخد اكلهم وشربهم. فوضي هم اللي طالبين ان هم يعيشوا لوحدهم. فوضي امرك لله. فوضي امرك لله وما يعني تلاقيش يا شيخ معليش حرمانيه ولا عليا حاجه خالص. لا 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 وما تخلهمش يدخلوا على قلبك حسرات. لا والله يا شيخ انا من يوم ما دخلت ومامتي موصياني على خالتي. ربنا يكرمك. ربنا يحفظك يا حبيبتي ان شاء الله. ولكن الاجر انا بس مش بقول لك انت ليكي انا مش بقول لك انت عليكي وزر ولا حاجه، انا بقول لك ان شاء الله باذن الله لك الاجر بسبب برك لمين؟ لخالتك. لان خالتك دي مهم جدا، اولا هي حماتك واثنين كما في مسند الامام احمد رحمه الله من حديث البراء والخاله بمنزله الام. ايوه عشان كده كان سيدنا عبد الله بن الزبير دايما يقول للسيده عائشه ايه؟ السيده عائشه ما كانتش ما خلفتش، وسيدنا عبد الله بن الزبير ابن الستنا مين؟ اسماء. فكان دايما يدخل على السيده عائشه يقول لها ايه؟ يا خاله. وكانت تلقب تكنى بايه؟ بام عبد الله، مع انها ما خلفتش، يا ام عبد الله. فالخاله بمنزلتهم، فلك الاجر باذن الله ان شاء الله. طيب معانا استاذ محمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اسال عن صلاه التسابيح وجزائها وهل لها لا الجزء؟ احنا مش سامعين. صلاه التسابيح عن صلاه التسابيح وجزائها وهل لها في قبول الدعوه او تيسير الامور؟ تمام. صلاه التسابيح بتيسر الامور وجزائها ايه والثواب بتاعها ايه؟ حاضر. اولا صلاه التسابيح مختلف فيها على اربعه اقوال، منهم من صحح الحديث العباس، ومنهم من حسن، ومنهم من ضعف، ومنهم من قال حديث موضوع. فانا عندي اربع اقوال. على اي حال انا باخد باي راي من الاراء، هو عباره عن بصلي سبحان الله يعني الركعتين فيها شويه تسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله،
قبل القراءة وبعد القراءة، وبعدين أقرأ الفاتحة وسورة، وبعد كده أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 10، وبعدين لما أركع أقول برضو التسبيح مع ده 10 مرات، ولما أرفع أقول 10 مرات، وهكذا. فأنا بقول كده أستغفر الله، يعني اللي أنا أصلي ركعتين في ركعتين أو 4 ركعات مع بعض، فكده 300 إيه؟ 300 تسبيح. بتفرج بقى الكرب وكده، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا العباس يا عماه ألا أحبوك ألا أعلمك، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام فبيقول له صلي بالطريقة اللي احنا بنقول. لو أنا صليت بالطريقة دي هتلاقي في كل ركعة بجيب 75 إيه تسبيح في الركعتين، يعني كم تسبيحة؟ 150 تسبيح، يعني ال4 ركعات فيهم كم تسبيحة؟ 300 إيه تسبيح. لو قال له لو قدرت تعملها كل يوم اعملها، ما قدرت كل اسبوع كل شهر ان شاء الله في العمر ايه مر. الحديث ده بقى صحيح ولا ضعيف؟ في 4 اقوال واحنا ذكرناها في المساله دي، واخد بال حضرتك؟ يعني لو حب يعملها ما فيش مشكله. اه طبعا له سلف في المساله، كله كلنا سلف. بنقرب لربنا، له سلف الطرق في المساله المختلفه. اه تمام. ياسمين اهلا بيك ياسمين، معايا ولا ايه؟ دكتوره دعاء مع حضرتك، ازيك يا حبيبه قلبي؟ اتفضلي. الله يخليك يا رب. ممكن اسال الشيخ؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا شيخ، انا كنت يعني في حاله وضع في رمضان، فجيت فطرت ماشي، وجه عليا رمضان الثاني برضو كنت في حاله وضع، فانا دلوقتي معيش ان انا ادفع، يعني مش قادره اصوم ومعيش فلوس ان انا ادفع حق. انت لسه ولادك يعني لسه صغيرين؟ رمضان كامل. انا معايا بنتي كانت الاولانيه، كان مش دلوقتي 7 سنين. فطرت كام يوم؟ فطرت كام يوم في رمضان؟ فطرت كام يوم؟ لا انا كنت فتره 30 يوم، لان انا كنت والده في اول يعني يوم فتره رمضان. يعني فتره رمضان مرتين شهرين. آه. في مره آه. في الاولاني ومره في الثاني. دلوقتي اصغر حد عنده قد ايه؟ اخر طفل عنده دلوقتي 5 شهور. 5 شهور؟ اه اه، يعني من لسه رمضان اللي فات يعني. اه اه تمام. طيب شوفي انا بس، لا دي واحده بس، يعني انت ياسمين انت بتقولي مش قادره اطلع فلوس صح؟ اه، لان جوزي ارزاقي وعلى دراعي. ايوه، يعني الفلوس اللي هو قد ايه مش قادره تطلعي، اللي هو قد ايه المقدار قد ايه؟ ما حضرتك كنت بتقول يعني حتى لو في اليوم 10 جنيه يعني. لا يعني انا هقول لك، شوفي كيلو الدقيق بكام؟ كيلو الدقيق، عارفه كيلو الدقيق ابو 6 7 جنيه ده؟ اه، واضربيها في عدد الايام اللي انت فطرتيها، ويبقى ده داين عليك تطلعيه ان شاء الله باذن الله. اطلع يعني رمضانين الاثنين ولا؟ اه ان شاء الله رمضانين، ادام انت كنت في حاله الوضع. خلاص ماشي ماشي. فالامر بقى بسيط جدا، هتلاقي تقريبا 210 في الشهر، يعني على رمضان كله، يعني رمضان تقريبا 210. مش لازم يطلعوا مع بعض، اطلع براحتها بقى. هي المهم ان شاء الله كل ما يبقى في رقبتها تطلعهم، لان احنا مش عاوزين نعسر على الناس، لان بعض الناس، وانا وزيك انا دايما اقول جزاه الله خيرا، فكرتنا بتقول انت كنت بتقول 10 جنيه، لان كتير من الناس وبعض المشايخ يقول لهم والله 50 جنيه في اليوم. ده نصب كتير، نصب كتير علني كتير يعني كتير كتير. يعني اللي يقدر طبعا يطلع، اللي يقدر يطلع ان شاء الله يطلع 200 جنيه، بس احنا بنتكلم في الحد الادنى عشان كل الناس تقدر تعمله. ماشي طلع. بس انا اقول حاجه، احنا عندنا عند الـ 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 في الـ لو انا طلعت، انا بتكلم الاصل في الحد الادنى. الحد الادنى وعند الملكيه الزياده مكروهه. انا بس عشان اقول ليه لو انا اقدر اطلع براحتك، بس ما ينفعش ان احنا نشدد على الناس. لا ما نشددش على حد، كل واحد على قد ايه ما قدرته. صحيح. وربنا يقدرنا كلنا على الصيام ونتمتع بالصيام رمضان، ما يحرمش حد منه. خلاص فاضل 6 شهور. ربنا يبلغنا رمضان يا رب. شكرا يا شيخ احمد. ومشاهدينا اشوفكم بعد الفاصل. عايش في الدنيا عارف انا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي الطريق. عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. كلنا عارفين ان الطريق للجنه ليه ابواب مختلفه، في اللي هيدخل الجنه عن طريق الصيام، في اللي هو باب الريان، وفي اللي هيدخل عن طريق مثلا باب الصلاه، وفي اللي هيدخل باب الجهاد او التوبه، وفي اللي هيدخل من باب الصدقه. كل طريق من دول بيكون عباره عن عباده مفضله لقلب الواحد، وكل واحد بيركز في الشيء اللي بيحبه واللي يقربه من ربنا. مش شرط كلنا
نبقى زي بعض. عايزين النهاردة نركز في باب الصدقة لأنه جواه معنى مهم جدا مرتبط بعبادة جميلة وهي جبر الخواطر. لما الواحد بيتصدق هو بيكبر بخاطر محتاج كان حزين أو حالته ما كانتش أحسن حاجة، وبفضل ربنا والصدقة اللي ربنا هداك ليها اتغير حاله للأفضل وربنا جعلنا سبب في جبر الخواطر. برحب بضيفي الشيخ أحمد علوان من علوان الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا سيدة، مرحبا. احنا النهاردة عايزين نتكلم عن دورنا كده مع عباد ربنا اللي ربنا اختارنا ان احنا نكبر خاطرهم او نساعدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد بحيي حضرتك وبحيي السادة المشاهدين، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا جميعا فيما يرضيه وان يدلنا على عمل الخير وعلى خير العمل، اللهم امين. جبر الخواطر دي عبادة من أروع وأجمل العبادات، عبادة هي عبادة لله سبحانه وتعالى. وبعدين مش لازم بقى أكلف نفسي فوق طاقتها أو يعني أجيب حاجة، لا، ممكن جبر الخواطر يكون بكلمة، ممكن جبر الخواطر يكون بنصيحة، ممكن جبر الخواطر يكون بابتسامة، ممكن جبر الخواطر مثلا إن أنا أرفع سماعة التليفون واتصل بحد أطمن عليه، فينك ما بشوفكش بقالي كام يوم أو مختفي عن الأنظار، ده كله جبر خاطر، إن هو فرحان قوي إن حد بيسأل عليه، أنت كده جبرت بخاطره. ومن سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. بص يا أستاذة دعاء، مفيش حاجة في ديننا ببلاش، اي حاجه انا عملتها، يعني مثلا انا لما اتصلت بحد وطمنت عليه سالت عليه كده، ممكن انا اكون، مش ممكن لا، هيجي لي وقت نفسي حد يسال عليا، او هيجي لي وقت محتاج حد يكلمني او يقول لي كلمه معينه، فهتجي لي في الوقت المناسب. ليه؟ لانك قدمت ده من سنه او سنتين او من 10 سنين، ربنا سبحانه وتعالى عينها لك ومحوشها لك، هتجي لك في الوقت الايه، في الوقت اللي انت محتاجه. هو ده جبر الخاطر. وجبر الخاطر بقى كل ما يكون فيه تكلفه وكل ما يكون فيه مشقه فالاجر على قدر المشقه. ومن جبر الخاطر ان احنا نقف جنب الناس وان احنا نخدم الناس، ان احنا نساعد الناس، وان احنا نقول للناس ان احنا مع بعض واحنا كلنا اخوات واحنا كلنا مسلمين وكلنا مصريين وكلنا ايد واحده. هو ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيربي الصحابه عليه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام في حديث يقول: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. وبعدين اخوه هنا مش اخوك من اب وام، اي واحد بقى، اي واحد حتى لو مسلم او غير مسلم، انت جارك، قريبك، صديقك، زميلك، واحد من العيلة، واحد ما تعرفوش وانت قدرت انك ايه يعني تخدمه او تقف جنبه، ليه لا؟ يعني مثلا من خدمة الناس ان لو انا راكب العربية وفي ست كبيرة او راجل او شاب او بنت وعاوزة تعدي، لو انا بامكاني ان انا اهدي ووقف واوقف بالعربية وعشان هي تعدي وامن لها الطريق، يبقى دي خدمة، وده جبر خاطر، وده انا فعلا ساعدتها وهاخد على ده حسنات. ايوه هاخد على ده حسنات وهاخد على ده ثواب. شوف حاجه بسيطه خالص اهي بس ثوابها كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. مره من المرات النبي عليه الصلاه والسلام، معذره، النبي عليه الصلاه والسلام مره كان في سفره من الاسفار ومعاه الصحابه، فبيقولوا جوعنا، فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلح شاه. وبعدين انا بقى لما اقعد ادور ان انا عاوز اخدم الناس، الخدمه مش ان انا اخدم الناس باللي على مزاجي او اللي يناسبني او اصل البوزيشن بتاعي كذا او البرستيج بتاعي مش عارف ايه. يعني انت مثلا لما يبقى في حد مثلا عربيته عطلانه وانت بامكانك انك تنزل تزق، ما تقولش اصل انا لابس الحته اللي على الحبل ومش عارف ومتشيك وما ينفعش ازق، لا، ده في جبر خاطر، وده في خدمه ناس، وده في قضاء حوائج ناس، وده في مساعده ناس. هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من الصحابة أن يصلحوا شاه، يصلحوا شاه يعني إيه؟ هم هاتوا جدي ولا خروف وذبحوه سووه. يقوم أحد الصحابة يقول: علي ذبحها، أنا علي ذبح الشاه. واحد تاني يقول: وأنا علي سلخها، بعد ما تذبح أنا هسلخ. يقوم صحابي تالت يقول: وأنا علي طبخها، أنا هطبخ. سيدنا النبي اختار إيه؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأول وهو المعلم وهو الرسول وهو الموحى إليه وهو الأستاذ، يقول لهم: وأنا علي جمع الحطب. يعني شوفي ايه، انا بقى مش هبص لحاجه، انا عايز اخدمكم، انا عايز ابقى زيكم، بل كمان يعني اتواضع. الصحابه قالوا لي: يا رسول الله اجلس ونحن نكفيك. يعني شوف انت عاوز ايه واحنا نعمله. قال لهم: انا اعلم انكم تكفونني لكني اكره ان اتميز عليكم.
انا مش عايز ابقى الفرويد، مش عايز ابقى البوب، مش عايز ابقى يعني ده اللي بيشاوروا له ده، لا انا ده ما يفرقش مع النبي صلى الله عليه وسلم خالص بتاتا. انا بس انا دوري ايه في ده؟ زي ما كان في موضوع بناء المسجد ونفسهم كان بيحمل الطوب وبيساعدهم زيه زيهم صلى الله عليه وسلم، ما كانش قاعد في قصر عاجي ويلا اعملوا ودي تعليمات واوامر وخلاص، لا هكذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو موقف يعني بيتعلم منه ان خلي بالك انت لما تعمل حاجة للآخر كل ما يكون العمل يا أستاذ دعاء ينفع أكثر عدد كل ما يكون ثوابه أكبر وكل ما يكون أجره عند ربنا سبحانه وتعالى أعظم. كانوا مسافرين وكان في بعض الصحابة صايمين، سيدنا أنس يقول سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، وجم على آخر النهار كده وخلاص بقى الصايمين جابوا آخرهم، سيدنا أنس يقول فسقط الصوام، يعني اللي كانوا صايمين خلاص قعدوا بقى مش قادرين يعملوا حاجة جابوا آخرهم، وقام المفطرون فضربوا الأبنية عملوا الخيام وسقوا الركاب، يعني بدأوا يجيبوا ويجهزوا الفطار وكده. النبي عليه الصلاة والسلام امتدح فعل المفطرين، الناس اللي كان الصحابة اللي كانوا فطروا ما كانوا صايمين ليه؟ لأن هم قاموا يعملوا حاجة علشان يجهزوا الفطار ويساعدوا الصايمين دول ويجهزوا لهم الايه المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني اللي خد الأجر كله النهاردة المفطرين. ليه؟ لأنه عمل فطار للصائم. ليه؟ لأنه عمل لغيره. ليه؟ لأنه ساعد غيره. هي دي القيمة اللي احنا بنتعلمها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني احنا كل واحد فينا لازم يكون ليه دور طبعا، ما ينفعش طبعاً. ان حد يعيش لنفسه او يعني يكون في أنانية. صحيح، لازم دايما نفكر في اللي حوالينا. صحيح، ونشارك. صحيح، يعني الدور انا كدوري انا في المجتمع، كان الأستاذ مصطفى صادق الرافع رحمة الله عليه في وحي القلم يقول من لم يزد على الدنيا شيئا فهو زائد عليها. فعلا. انت دورك ايه؟ اللي بيشوفني دلوقتي هو انت عايش في الحياة ليه؟ انت عايش في الحياة عشان حاجتين مهمين قوي، اول حاجة العبادة، تاني حاجة عمارة الارض. العبادة لما ربنا سبحانه وتعالى في اخر سورة الذاريات بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب العمارة هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، استعمركم الألف والسين والتاء عند علماء اللغة للطلب، يعني طلب الله سبحانه وتعالى منا عمارة الأرض، مش إن أنا أتعبد بس، لا، مش أنت تقعد تصلي وتصوم وتعتكف وتذكر ربنا، ده كله كويس، بس أنت برضو ضفت إيه للدنيا؟ ضفت إيه لبيتك؟ ضفت إيه لحياتك؟ ضفت إيه لشغلك؟ إحنا عندنا الشغل بتاعنا في ترقي، في درجات وظيفية، درجة تالتة، درجة تانية، درجة أولى، مش عارف إيه، نائب عميد، مساعد، مدرس مساعد، أستاذ، وهكذا، دي درجات وظيفية. انت برضو في حياتك محتاج انك تترقى، ما تقفش عند ايه؟ عند موقع معين. طيب احنا دلوقتي مع حضرتك ومع مشاهدينا نشوف تقرير من تقارير مؤسسة سقيا الماء. مؤسسة سقيا الماء اسم غير كل الأسماء، بحب جدا لما أجي أسجل أقول نفس الجملة في كل مرة، لأن المؤسسة لما جت بدأت بشغل في سقيا الماء اللي هي المية بأنواعها المختلفة. الفترة اللي فاتت كنا بنحتفل مع بعض بخط مية رئيسي ومحطة تحلية كبيرة كانت بتخدم بنقول من 65 ل 200 ألف نسمة حوالي 13 قرية، قدرنا نفرح مع بعض ونفرح ونوصل الصدقة الجارية بتاعت حضراتكم في المكان الصح. عاوز ابشركم ببشرى سيد الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيها ما من مسلم يسقي مسلما على ظمأ الا سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنه، فيا مسلمون من يشتري الرحيق المختوم في الجنه ببئر في الدنيا. والحقيقه انا حاجه فرحتني وادخلت على قلب السرور اول ما جيت عند البير ده، وانا عاوز افرحكم معايا. اتفضلي يا حاجه صباح. الله يخليك، والله الله يجزيكم بخير، والله يكفيكم شر المرض، والله يديكم رزق من عند ربنا. انت قلتي لي كنت بتجيب المايه منين يا حاجه صباح؟ بنجيبها اهو البير.
على دماغي. تشتلي على دماغي؟ بنشيل على دماغي بالبردة. وربنا يجازيكم بخير كمان وكمان. ربنا بيقول لنا ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. حضرتك متخيل لما ربنا يجعلك سبب في أن بني آدم يعني ياخد المية وتوصله المية بعزة بدون تعب وبدون مجهود وبدون ما يمشي مشوار. أمنا الكريمة الست الكبيرة في السن اللي بتقول عندي السكر وكنت بشتال على راسي، النهاردة بتقول لكل متبرع معانا في سقيا الماء بتقول له جزاك الله خيرا. شايفين المشقة؟ دي رسالتي، وحبيت أعمل ده بنفسي عشان حاجة واحدة بس لازم أحسها وأقتنع بيها، المشقة بتاعت الناس لسه كتير على ما أوصل. المسافة دي لا يقل عن 2 كيلو، أقرب بير. الحمد لله رب العالمين، سقيا الماء هي اللي عاملة البير قريب ده، 2 كيلو قريب. كانوا قبل كده 2 كيلو كمان عشان يوصلوا البير قديم، الله أعلم يلاقوا فيه مية ولا ما يلاقوش. استعين بالله ونكمل عشان نشوف. تخيل ست بنت ولد صغير، مش كل واحد منهم عنده الدابة أعزكم الله الحمار اللي هو ممكن يشيل حاجة ويجيب مية. الناس هنا أبسط مما نتخيل، يروح الراجل أو الست أو البنت الصغيرة أو الطفل حتى. عشان كده الحياة هنا معلماهم الصمود والمشقة والجمود. صخور زي ما انتوا شايفين كنت هقع كذا مرة، ولكن في سبيل نقطة مية يغسلوا بيها، يطبخوا بيها، يشربوها. المية هي الحياة. خلونا نكمل. كل واحد في الحياة ليه مهمة. في واحد مهمته إنه يروح وظيفته، وفي واحد مهمته إنه هو يربي ولاده، وفي واحد مهمته إنه هو ممكن يجي على نفسه علشان يسعى في قضاء حوائج الناس. أنا دلوقتي هستضيف أحد الناس اللي هي صاحبة البيت من البيوت اللي حوالينا علشان ينقل الصورة وعلشان يشوف المعايشة دي ويعبر عنها. اخونا عبد الله معانا، اتفضل يا استاذ عبد الله. يعني الحاجات دي يا جماعه يعني بدون ترتيب ولا اي حاجه، ولا قلت له هسالك في ايه ولا هقول لك ايه، هو الراجل عجبه الموضوع ومتحفز فعنده استعداد ان هو يعبر عن الشعور اللي جواه ويقول احساسه ايه. في البدايه الحاجه كانت بتروح تجيب الميه من على بعد حوالي اكثر من 200 متر، يعني سواء في البرد او مثلا في الشتاء او مثلا في اي توقيت، تمام. فالحمد لله لما يجي البير يعني بقى حوالي 8 متر او 10 متر من البير، وغير كده وصلت الميه بدل من البير لغايه البيت. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله. وهو لو حضرتك مش موجود ممكن الزوجه كتير اللي بتطلع؟ طبعا انا كان بتطلع، طبعا بتطلع الصبح، تطلع مثلا المغرب، تطلع اي توقيت مثلا. طيب الفكره نفسها يعني الناس اللي حواليك والجيران وحبايبك اللي هنا، الفكرة فرقت معهم؟ طبعا فرقت معهم كتيرة الحمد لله. يعني طيب هل في الفكرة دي شفتها قبل كده في مكان تاني؟ لا. تمام. يعني أنا شفتها بس هنا. طبعا في نبت كتير بتعمل أبار،
صحيح. بس الفكرة التانك والبرسيجي ده جديدة دي يعني صراحة دي أول مرة يعني نشوفها هنا في المنطقة بتاعتنا. صدقات حضراتكم ومساهمات حضراتكم معانا في مؤسسة سقيا الماء بفضل الله عز وجل وصلت إلى مستحقيها. ولو شفتوا معانا هنا البيوت والمشهد اللي في الصحراء ومدى احتياج الناس هتضعفوا أضعاف مضاعفة لمساهماتكم معانا في مؤسسة سقيا الماء. واللي بتبرع ببير واحد هيقول أنا معاكم بعشرة أبار بفضل الله عز وجل لما يشوف فرحة وسعادة الناس بالبير وإن هم أخيرا هيشربوا مية نظيفة بفضل الله ثم بفضل سقيا الماء وبفضل حضراتكم يا من تشاركون وتساهمون معنا في مؤسسة سقيا الماء. مؤسسة سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا التقرير مع بعض وربنا يكرمكم على المجهود والأفكار اللي بتعملوها بصراحة في موضوع الأبار ده. والله الحمد لله رب العالمين. يا رب يتقبل مننا جميعا وتقبل من السادة المشاهدين اللي بيتواصلوا وبيثقوا فينا وبيحبوا ويحطوا المساهمة بتاعتهم أو البذل بتاعهم أو الصدقة بتاعتهم أو الفلوس بتاعتهم في حاجة زي دي. إن فعلا حاجة معمرة يعني فوق 100 سنة. يعني ده طبعا ثواب كبير جدا لما الواحد يقعد 100 سنة عمال ياخد حسنات وياخد ثواب وياخد أجر وضوء وأجر استحمام وأجر تشطيف وش وأجر طبيخ وأجر حتى كوباية الشاي وبمجرد بس حتى أغسل إيديا كده ده في ميزان حسناتي على مدار اليوم على مدار سنة على مدار 100 سنة كل ده في ميزان حسنات أي واحد يتواصل مع مؤسسة سقيا الماء ويشارك في بير من الأبار دي أو في مشروع من المشاريع الصغيرة أو في محطات المية. وانا قلت لحضرتك قبل كده ان احنا في 5 محطات تعاقدنا عليها نعمل لها احلال وتجديد في مطروح ان شاء الله هنبدا نشتغل فيها الفتره الجايه. غير عندنا 60 بيت بنعملهم في مركز ادفو في اسوان نجع العرب خلصنا 10 وان شاء الله نكمل ال 60. كل دي مشاريع احنا قايمين عليها بفضل الله. ولان المشاهد لما بيثق وبيشوف حاجه على ارض الطبيعه او على ارض الواقع زي ما عرضنا قبل كده الناس اللي ساهمت ببير او شاركت في بير وراحت شافت نتيجة الصدقة بتاعته بعينه فرح جدا. في ناس وهي واقفة قالت أنا هتبرع بواحد كمان وفي ناس قالت أنا هنقل الصورة لأصحابي ولقرايبي. لا الموضوع مهم جدا والموضوع ممتاز وحاجة مطمئنة ومبشرة. دايما بنفكر المشاهدين أن أرقام تليفون مؤسسة سقيا الماء بتكون موجودة على الشاشة اللي عايز أن هو يتواصل أو يتبرع أو يساعد في بير من الأبار أو وصلة مية مواسير مية للبيوت. وزي ما دايما بنقول ان ربنا يكرم كل واحد بيساعد في حاجه زي كده لانه الميه هي الحياه. صحيح الميه هي الحياه. واذا كان الانسان اي حد بيشوفنا مش قادر بنقول باقل القليل حتى لو معكش فلوس خالص ادعي لنا حتى لو يعني خد الارقام دي وبعتها لاصحابك اقل حاجه. تمام. لما دخلت امرأة مسكينة على السيدة عائشة المرأة المسكينة شايلة طفلتين طفلة هنا وطفلة هنا فالسيدة عائشة أعطتها 3 تمرات الست خدت تمرة ودت للبنتين كل واحدة تمرة الست شقت التمرة بتاعتها ولما حست إن البنتين الطفلتين لما كلوا التمرة بتاعهم واستطعموه لقوه حلو فالست لما شقت التمرة ما كلتهاش ادت لكل طفل نص ايه لكل طفلة نص تمرة فأعجب هذا السيدة عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي إن الله أوجب لها بها الجنة بتمرة. بإيه بالتمر سبحان الله. أنا بشكر حضرتك جدا في نهاية فقرتنا ربنا يكرمكم يا رب. ومشاهدينا أسيبكم مع فقرتنا الطبية لكن بعد الفاصل. عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه هدفي واضح والدنيا هي.
مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الطبية اليومية مع ضيفنا دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، وزميل كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على شهادة SRC وهي أعلى تصنيف دولي في جراحات السمنة. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا دكتور. إحنا النهاردة عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا، يعني الأوزان العالية، يعني بنتكلم على الأوزان الضخمة وعمليات السمنة المناسبة ليها. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا أن عمليات السمنة المفرطة بصفة عامة، سواء تكميم المعدة، تحويل مسار المعدة، التحويل مع التكميم أساسي، تحويل مسار الاثنى عشر، هي كلها عمليات تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى. لكن طبعا احنا الاوزان اللي هي يعني 100 كيلو 120 كيلو 150 كيلو دي اوزان تعتبر صغيرة، احنا بنتكلم على الاوزان الضخمة الكبيرة، يعني فوق ال 200 كيلو، فوق 300 كيلو، زي ما عرضنا يمكن فيديوهات عن ناس عملت عمليات فوق 300 كيلو. الفرق ما بين المجموعتين، الاوزان الصغيرة هي بتريحنا، يعني جراحيا بيبقى جدار البطن صغير، مش سميك قوي، بيبقى حركة المنظار سهلة، البنج بتاعه كويس لان يعني الرقبه بتاعته لسه ما فيهاش دهون داخليه كتيره، بيبقى دكتور التخدير شغال بسلاسه. يعني الاوزان الكبيره قوي دي طبعا بتبقى محتاجه احترافيه، محتاجه جاهزيه في المكان اكتر، محتاجه مجهود اعلى شويه بالنسبه لدكتور التخدير بالنسبه للجراح. فيعني اذا لم يكن هناك المكان الامن المجهز لاجراء هذه العمليه ما نعملهاش، اذا ما كانش في جراح محترف يجري هذه العمليه بنجاح برضه ما نعملهاش. اللي عايز اقوله انه يعني ما نسيبش نفسنا لحد ما نوصل لاوزان ضخمه كبيره، وبالتالي بيبقى يعني انت بتحط الجراحين او بتحط المراكز في تشالنج، يعني او يعني نوع من يعني انت بتعمل عمليه يعني في حاله طوارئ شويه. فطبعا لكن هي ما فيهاش صعوبه لانه طبعا الدنيا اتطورت خالص باستخدام طبعا المستهلكات الطبيه الاعلى في العالم دلوقتي الاكثر جوده. يعني دكاتره التخدير ما بقوش متفاجئين خالص بالاوزان الضخمه لان حياتهم اليوميه يعني في اوزان ضخمه كبيره، فهو مش ما بتزنقش في رقبه ضيقه او صغيره يبقى فيها انبوبه صعبه، عنده الاجهزه الكافيه لده، عنده الخبره الكافيه لده، وهو مش متوقع ان في مريض سمنه سليم اصلا. فيعني ما فيش خوف، لكن النصيحه ان احنا ما نستناش فتره كبيره في اننا نصبر على وزننا ونختار ان احنا نعمل العمليه في وقت اسرع. يعني دكتور مبروك على الشهاده الجامده دي. شكرا شكرا. الف مبروك يا دكتور. شكرا شكرا. انا بنصح طبعا كل دي شهاده جوده عالميه SRC، دي طبعا منظمه دوليه يعني بتحكم الجوده بالنسبه لجراحين السمنه ومراكز السمنه في العالم كله، يعني هم عدد قليله في العالم اللي واخدينها. عايز اقول انه يعني زي كل التخصصات في العالم كله سواء طبيه او غير طبيه ما ليها جوده، احنا برضو لينا يعني تقييم جوده عالمي بيقوم عليه فيدراليه دوليه ولجان بتقيم وضع يعني العمل بتاع المراكز. يعني مع يعني اللجنه دي بتيجي بقى تقيم المعايير بتاعه العمل بتاعتكم، صح كده؟ طبعا الجوده بتقيمني انا شخصيا. ايوه طبعا. يعني بتقيمني انا شخصيا بالنسبه حتى عدد العمليات، يعني انت عامل كام ونجاح العمليات نجاحها، السيستم بتاع العمليات اصلا بتحضر العين ازاي، بتعمل العمليه ازاي، ما بعد العمليه بتتابع العين ازاي بدقائق وفي تفاصيل الاجراء، نفس الخطوات اللي انت بتعملها في العمليه، الدباسات اللي انت بتستخدمها دي انواعها ايه، بتستخدم طريقه ايه في اجراء الجراحه، الطاقم المساعد ده الجراحين المساعدين اللي هم الدكاتره المعونين في المراكز شهادتهم ايه، تقييمهم ايه، بيعرفوا يتعاملوا مع العيانين في تحضيرهم قبل العمليه، في المتابعات انت بتتابع ازاي، البروتوكول بتاعك، الناس اللي هم السكرتاريه حتى بيبقى ليهم تقييم على ارض الواقع، لجان بتعمل معاهم اختبارات، وحتى اللي هم التمريض ده مؤهل ان هو يعني يتعامل مع العين ده ولا لا، شهادته ايه. ده التمريض ده مهم جدا، يعني الواحد كده اكتشف بالخبره ان هم التمريض مهم جدا زي العمليه عشان العمليه تنجح، بيكملوا بعض. طبعا هي سايكل لازم تتقفل طبعا. يعني طبعا فهو مبدئه في كل حاجه، احنا بقالنا سنين على فكره بنجهز في الحاجات دي لانهم طبعا يعني بدقائق في اقل، يعني انا عايز اقول لحك يعني دقائق الامور يعني بحيث توصل. فانا بدعو كل الناس تبقى يعني دي حاجات يعني حلوة طبيا، يعني الدكاترة يعرفوها كويس ويعرفوا قيمتها قد ايه طبيا، يعني بتقيم وضع طبي سيستم عمل، يعني
من اول ما العيان بتتعامل معاه في اول ما بتشوفه لحد ما بعد المتابعات بعد فتره يعني. فدي زي تقييم للمعايير الدوليه، انت بتستخدمها ولا ما بتستخدمهاش، انت يعني دوليا تقديرك ايه. فدي حاجه انا يعني فعلا انا بدعو كل الناس ان هي تحاول ان هي يعني تاخدها يعني. يعني هي الحقيقه زي مهمه، زي ما هي مهمه للدكتور هي مهمه كمان للمريض علشان الامان بتاع العمليه ونجاحها. بالظبط يعني دي حاجه زي رخصه دوليه. أيوة. تبقى عارف انت حتى العيان اللي بره لما بقى عارف ان انت واخد السورسي المركز ده SRC accredited ده خلاص هو جاي وهو مغمض لانه في عين تانية بتشوف غير المريض نفسه يعني. هو مش محتاج يسال لان يعني في يعني شهاده جوده دوليه اللي هي بتحكم عليا وعلى حد مثلا في اوروبا بتحكم على حد في امريكا، هو اشخاص معينه في العالم كله واخدينها يعني. فدي بتقيم وضع المراكز دوليا، وبالتالي اي مريض هو ما بيسالش على اللي بيروح بها، هو بيسال المركز ده accredited ولا لا، واخد شهاده جوده عالميه ولا لا، وبالتالي بيبقى عنده نوع من الامان يعني اللي هو يعمل في اي مكان يعني. هو لو هيعمل عندنا في مصر او هيعمل في اوروبا هو نفس ذا سيم، بيعمل عندنا او في امريكا هو ذا سيم، لانه الجايد لاينز او المعايير الدوليه محققه عندنا في المكان ده وعندهم بنفس الفيدراليات او نفس الجوده يعني او معايير الجوده الدوليه. احنا يا دكتور هنشوف تقرير ونرجع نعلق. اتفضل. أنا اسمي محروس محمد، عندي 22 سنة، وزني فوق 200 كيلو، عامل عملية تكميم معدة عشان خاطر الواحد ما بيعرفش يتحرك ولا كده تمام، ويبقى واحد حركته تبقى خفيفة، يبقى زي طبيعي عادي وكده، برضك عشان خاطر الواحد ما يتعبش والواحد بيقدرش يمشي ولا يتحرك ولا يروح يمين ولا شمال ولا كده. أنا عامل عملية مع دكتور كريم صبري وإن شاء الله أكون كويس وعن الأول، والعملية كويسة وما فيهاش أي أضرار في حاجة، وناس كتير عملت العملية وأنا اتفرجت وشفتهم ما فيهمش أي حاجة وصحتهم بقت كويسة عن الأول بكتير، وبرضك اللي شجعني إن أنا أعمل عملية إن أنا ناس قرايب عملوا العملية وكويسة معاهم ما فيش أي مشكلة، وإن شاء الله تشوفوني بعد العملية وبوزن تاني وشكل تاني جديد خالص إن شاء الله. اهلا بيكم. ما بعد تكميم المعده بخمس ساعات احنا بس بنقول لكم التجربه الواقعيه رياليتي ما بعد تكميم المعده خلال فتره قصيره. يعني النهارده احنا عملنا تكميم معده فتره قصيره جدا داخل اوضه العمليات. تكميم المعده طبعا احنا بنعملها من فتحات صغيره يعني عشان المنظار، والحقيقه طبعا بيبقى الريهابليتيشن زي ما شفنا في حاله محروس، الحقيقه كان وزن 285 كيلو صح كده، 285 كيلو عملنا تكميم معدة بالمنظار. احنا دلوقتي بعد خمس ساعات الحقيقة طبعا يمكن اتمشينا، ابتدينا نشرب بعد ست ساعات يعني هنبتدي نشرب بعد ست ساعات، 12 ساعة المفروض ان احنا بنخرج من المستشفى ان شاء الله بكرة الصبح يعني. ان شاء الله نطمنكم على محروس في الفترات اللي جاية ان شاء الله، بحيث ان احنا نبقى عارفين يعني نزول الوزن بينزل بصورة يعني كافية، بينزل بصورة غير كافية، النشاط بتاعه أخباره إيه، بينزل بصورة فيها يعني نزول للعضلات أكتر ولا دهون أكتر، يعني في متابعات إحنا نعملها إن شاء الله بحيث إن إحنا نطمنكم عليه إن شاء الله. الحمد لله على سلامتك يا حرص. شكرا شكرا. أنا اسمي محروس محمد، عندي 23 سنة، عامل عملية تكميم معدة من 8 شهور، كان وزني بالعملية 285 كيلو، دلوقتي بقى وزني 160 كيلو في أقل من 8 شهور، دلوقتي بقت حياتي طبيعية جدا كتير عن الأول وبقت كويس عن الأول بكتير. قبل العملية كنتش بعرف أتحرك ولا بعرف ألبس ولا كده ولا حياتي كانت متدمرة، دلوقتي بقت حياتي كويسة الحمد لله، وبقيت بمشي طبيعي وبروح في كل حتة عادي، وبقت حياتي كويسة عن الأول بكتير والحمد لله اتحسنت عن الأول بكتير. ولسه برضو ان شاء الله في نزول عن كده بكتير، وان شاء الله يعني في تصوير تاني وبشكل جديد ومنظر جديد ان شاء الله. شكرا للدكتور كريم صبري طبعا، ربنا يخلينا يا رب، دكتور محترم.
هي بقى دي يعني دي السمنه اللي احنا بنتكلم عليها في حلقه النهارده اللي هي الاوزان الكبيره، يعني دي مش سمنه عاديه مفرطه، يعني مثلا هو كان 285 كيلو. ف الحقيقه احنا انا لا اتمنى ان حد يصل للوزن ده، ولا اتمنى ان هو يبقى، لان طبعا يمكن هو صحته كويسه او سنه لسه صغير فيقدر شاب يعني لكن الوزن ده فعلا لو في سن كبير سن 30 40 سنه ازيد شويه بتلاقي طبعا السمنه تهزم الانسان، ولو طبعا. في بقى سكر بقى، في ضغط، في حاجه في القلب، في حاجه، بتلاقي الانسان مهزوم، وتلاقي التخدير بيفكر ألف مره قبل ما يعمل العمليه. فاحنا مش عايزين نتحط في الموقف ده، لا احنا بنقول لكل الناس اعمل العمليه في كل مكان بدري يبقى احسن. محروس طبعا لسه بقاله 8 شهور ولسه بينزل يعني، لكن طبعا الحياه مع اول 100 كيلو بينزلهم دول بتلاقي طبعا حياته فرقت، الحياه فرقت طبعا، ويبتدي المعنويات بترتفع. وهو الحقيقه طبعا احنا برضو في نقطه مهمه، ان الوزن الكبير جلده كتير، لما يبقى وزنه قليل الجلد برضو هيبقى فيه شويه ترهل. كلما كان السن صغير كلما كان قدرتك على اجراء يعني ان انت تعمل شويه رياضه بصوره منتظمه يبقى احسن، كلما كان ان انت جلدك يتشد اكتر وما تحتاجش قوي اللي شد بقى جلد او ترهل او حاجه، لان طبعا احيانا بتبقى محتاج لشويه شد ترهلات ما بعد انقاص الوزن اللي هو العنيف ده. لكن طبعا كلما كان الوزن قليل، لو افترضنا واحد عمل 120 كيلو بقى وزنه 80 كيلو مش هيبقى عنده شويه ترهل اللي هم الواضحين يعني. لكن الوزن الكبير قوي احنا تفادى ان يبقى عندك ترهل، اعمل رياضه بقى على قد ما تقدر بحيث تشد جلدك مظبوط، كل 10 20 كيلو ما ينزلوا شد جسمك مظبوط، انزل رياضه، امشي شويه كل يوم بصوره منتظمه، هتحس ان طبعا انت استفدت ويعني اخذت احسن نتائج من العمليه. دكتور كريم، من الافكار الجديده في السنتر الابلكيشن اللي انتوا عملتوه للتواصل مع المرضى، فحضرتك برضو وضحت للمشاهدين عني. يعني احنا نتمنى ان احنا نكون على تواصل مباشر مع كل المرضى، يعني سواء قبل تجهيز العمليه او اثناء العمليه او بعد العمليه، بعرف تعليماتك ما قبل العمليه، تعليماتك ما بعد العمليه، بتبقى على تواصل مباشر، دوس على زرار تلاقيك اونلاين دايما مع الدكاتره، مع دكاتره التغذيه، مع الطاقم الطبي المتابع ليك، مع السكرتاريه نفسهم اللي هم بينظموا تجهيز ما قبل العمليه او بعد العمليه، هتلاقينا دايما في تواصل معاك. هو يعني ده طبعا من السيرفيس اللي احنا بنقدمها اللي هي بتسهل، يعني عايزين نتواصل معاكوا دايما طول الوقت بصوره سهله وسلسه، ما ادورش على رقم، انا عندي ابلكيشن هدوس على زرار خلاص انا هبقى اونلاين مع الدكتور. هدخل على شوف ناس عايز اعمل عمليات قبل كده في جروبات اللي هي الناس اللي عملت عمليات اكشولي عندنا، يعني بنتواصل معاهم بصوره سلسه، بصوره يعني انليميتد، يعني ان انت احنا ما نعرفش كل الناس، مش مركزين مع كل الناس اللي عملت عمليات لان عدد كبير، فانت تقدر تتواصل مع كل الناس تفهم حياه جديده، لان طبعا بيبقى في تخوف من اجراء عمليات السمنه عند بعض الناس. ده تكسر الحاجز ده ان انت تتواصل ان رياليتي، بتتكلم الناس، بتتواصل معاهم، بتعرف ايه الجديد في كل العمليات كل الوقت. ويعني احنا بنحاول ان احنا نبقى معاكم على تواصل بطرق كتيره، واللي احنا بنقدر عليه بنحاول ان احنا نوصله لكم بصوره سلسه. يعني دي فكره طبعا جميله جدا التواصل، لانه بالذات دايما المريض بعد لما بيعمل العمليه بيبقى عنده اسئله كتير، تخوفات كتير، تفاصيل حاسس بيها، بيبقى عايز يتواصل مع الدكتور او الستاف، فكده بمنتهى البساطه يتواصل يعني. تمام. احنا وفي على فكره حاجات شانلز كتيره، يعني الفيسبوك في يعني صوره مستمره، الناس بتواصل مباشر، بيردوا على كل الاستفسارات، بترجع لنا الاسئله الطبيه، بيجهزوا له المواعيد، لان في ناس طبعا بتبقى جايه من بره، من بره مصر يعني، او من مسافر بطياره او بمسافه سفر كبيره من عندنا، من يعني من الصعيد مثلا او من الاماكن البعيده، بتلاقيه عايز يعرف هو هيعرف يعمل عمليه او تحاليله دي تبقى نافعه، او اذا كان في تجهيزات قبل ما يجي، لان ربما يكون واحد عايز يجري عمليه جاي السفريه دي عشان يعمل عمليه، ويجي عندنا نعمله تحاليل، فتلاقي التحليل بتاعه مثلا الغده الدرقيه مش منتظمه، عنده مشكله في القلب، عنده مشكله في الكلى، فده لازم يتم الترتيب معاه قبل ما يجي اصلا، بحيث ان احنا نوفر عليه فتره سفر، فتره اقامه في القاهره على اقصر وقت، ويكون مستريح ان شاء الله. بشكرك جدا يا دكتور في نهايه حلقتنا. شكرا لحضرتك، وشكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.